إذا ما اتفق الطرفان الكرديان على مرشح واحد، وربما يعني بعد 15 يوم تعرف كل شيء ممكن، كل شيء وارد. مثلا سيد الصدر يقول لك ما قدروا أن يشكلوا الحكومة، خلاص أرجع للأغلبية الوطنية. إذا ما اتفق الطرفان وراح يعني سيد حتى لو الصدر أيضا رجعوا يشكل الأغلبية حكومة. الوطنية ما راح يقدرون يكملون ال 220 اعتقد يعني في ليش؟ هذا الموضوع، لانه قلت لك انا اليوم حتى ان ذهب الحزبان الكرديان الى تشكيل الحكومه مع الاطار لن يتمكنوا من تشكيل الحكومه لا لا مع الا مع سيد بتحالف الصدر. سياده، ان يكون معهم الا يكون معهم تحالف سياده يدخل برمته هسه مع حتى السيد يقدرون الصدر، يشكلون الحكومه. نفترض مع السيد الصدر انه بعد مهله ال 15 يوم ما بين شيء، والسيد الصدر اتخذ موقف جديد، وهذا الموقف اخي الجديد العزيز هم حكومه اغلبيه مثلا. بالجلسه الاخيره صاروا 160 نائب اي او 159 نائب، بتضاف لهم 19 60 قول 19 70 179 نائب، يعني ما وصلوا 180، هذول بعد 30 بينجبوها. عندك تحالف من اجل الشعب ايضا قريبين منهم، ايش قد اللي هو 5 امتداد الجيل الجديد 10 خلي يجيبون 20 بعد. لا ليش؟ كل واحد عنده 9 مقاعد. اليوم باع استاذ عدي حبيبي 18 مقاعد، المستقلون تقريبا 40 واحد. أيه؟ 40 واحد كلهم من البيت الشيعي، المستقلين السنه والاكراد ذهبوا مع القوى السياسيه اللي موجوده، اللي ذهب مع سياده واللي ذهب مع عفوا مع تقدم ومع عزم أيه؟ ودخلوا ضمن الكتله السياده. أيه؟ كذلك الاخوه الكرد المستقلون ايضا دخلوا مع الاتحاد او مع الديمقراط ودخلوا اليوم باختصار لو سمحت ببنج واحد. اليوم المستقلين ال 40 اللي هم بالبرلمان العراقي هم يعني قسم يذهب مع الاطار وقسم مع التيار، وتقريبا 12 او 13 واحد باقين على الاستقلال، لكن من تجمعهم كلهم هم باقين مستقلين. صح هذا ممكن يميل بميوله يعني انه البرنامج السياسي مال الاطار او برنامج السياسي مال التيار، لكن بالاخير هم راح يجتمعون بكتله واحده، لانه اليوم الاطار اعطاهم فرصه اكثر مما غيرهم. طبعا مبادرتهم رفضت من التيار الصدري والتحالف الثلاثي، لكن كانت اقرب الى التيار الاطار التنسيقي.